أغرب ثمانية حيوانات مذهلة ربما تراها لأول مرة في حياتك. 1- نملة الباندا. على الرغم من اسمها إلى أنها ليست نملة في الواقع، بل هي نوع من فصيلة الدبابير، ولكنها لا تمتلك أجنحة للطيران، وقد أطلق عليها هذا الاسم بسبب شكلها الذي يشبه النملة. تعيش في أمريكا الشمالية وبعض المناطق المحاذية للمكسيك. اسمها مشتق من شعرها الكثيف ذو اللونين الأبيض والأسود، وهي الألوان التي تشتهر بها دبابة الباندا، وتتميز بأنها ليست عدوانية ولكن لسعتها مؤلمة جدا. 2- حريش البحر، الملقب بالحوتي وحيد القرن. هو حوت متوسط الحجم ذو أسنان وأنياب كبيرة، يعيش في القطب الشمالي، وتتميز الذكور منه عن الإناث بوجود ناب حلزوني طويل وقوي جدا يمتد من أيسر فكه العلوي، ويبلغ طوله من 2 إلى 3 أمتار، وتصل أوزان ذكور حريش البحر إلى أكثر من 1600 كيلوغرام، بينما تزن الإناث حوالي 1000 كيلوغرام وبطول يتجاوز 5 أمتار. وتقدر أعداد حريش البحر حول العالم بحوالي 75,000 حوت. 3- طائر الكاكابو، الملقب بالببغاء البوما. هو نوع نادر من الببغاوات، يعيش في نيوزيلندا، وهو مهدد بخطر الانقراض، حيث يوجد ما يقرب من 127 طائرا منه فقط حول العالم كله، وهو أثقل ببغاء في العالم والأطول عمرا بين الطيور، إذ يبلغ متوسط عمره 90 عاما، كما أنه الببغاء الوحيد في العالم الذي لا يمكنه الطيران مطلقا. 4- ظبي الساجع، هو نوع من الظباء كانت تنتشر عبر أوروبا وآسيا منذ 20,000 سنة مضت، ولكن تعرضه للصيد الكثيف من أجل قرونه التي كان مسحوقها يدخل في الطب الشعبي الصيني جعل أعداده تتناقص وتشرف على الانقراض، وقد منعت روسيا صيده حتى تزايدت أعداده مجددا، وحاليا يمكن العثور عليه في 5 بلدان فقط، وهي كازاخستان ومنغوليا وروسيا وتركمانستان وأوزباكستان. 5- خنزير الأرض، هو حيوان غامض في مظهره يشبه الخنزير، يعيش في إفريقيا، يعتمد غذاءه بشكل رئيسي على سوس الخشب والنمل الأبيض. له أنف شبيه بأنف الخنزير، وهو ما أعطاه هذا الاسم. يعيش لمدة تصل إلى أكثر من 20 عاما، وبطول يتعدى المتر، وبوزن يصل إلى 70 كيلوغرام. 6- سمكة الخفاش، هي سمكة ذات مظهر غريب توجد في جزر كالايوكوس على عمق حوالي 30 مترا، وتتميز بشفتيها الحمراويان الزاهيتين وشكلها الذي يشبه الخفاش، وهي من الأسماك التي لا تستطيع السباحة وتستخدم زعانفها للمشي في قاع المحيط، وتتغذى على الأسماك الصغيرة الأخرى وعلى القشريات مثل الجمبري. 7- الأكاب، هو حيوان نادر يعيش في الغابات الرطبة الكثيفة بإفريقيا، ونادرا ما يتم العثور عليه. تم اكتشافه في عام 1900، وهو من فصيلة الزرافيات. شكله الجسماني يجمع بين الزرافة والحمار الوحشي. 8- السمكة الفقاعة، هي إحدى أغرب أسماك المياه العميقة من فصيلة الأسماك الفقاعية، وتعيش في سواحل أستراليا وتسمانيا على عمق 2000 متر. افتقارها للهيكل العظمي يجعلها فريسة سهلة للكائنات الحية المحيطة بها، وهي مهددة بالانقراض. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة حقائق وأسرار.